ضيف اليوم ارتبط اسمه بنجاح اي اعلان تلفزيوني، دخل البرامج وثبت نفسه، دخل الدراما الكويتية وسوى نقلة جدا كبيرة. ضيف اليوم بمجرد ما اعطي اسمه اكيد تعرفونه واكيد عرفتوه. معاي اليوم المخرج خالد الرفاعي، حياك الله في كلمة راس. الله يحييك حبيبي سعود، تسلم. خالد، دائما يشدني لما اشوف ناس تبدع في مجالها اعرف بداياتك. بداياتك انت كونك طالب في المعهد العالي للفنون ودرست كذلك الماستر في البحرين الجامعة الأهلية، وين كنت تشوف نفسك في ذاك الايام؟ هل كنت تتوقع توصل خالد الرفاعي اللي انت عليه اليوم؟ يعني الصدق ان انا الحين يعني ما اقدر اقولك والله انا وصلت للي انا اطمح له او وصلت لمكان انا احس اني اختلفت بشكل كبير، لا. انا يعني من البدايات كان عندي حلم اني انا ابي اسوي الشيء اللي انا احبه واستمتع فيه، وبفضل من الله انا قاعد اسوي هذا الشيء الحين. اني وصلت للي انا ابيه او لجزء منه، لا انا احس للحين يعني انا مشوار طويل، وللحين انا يعني اعتبر نفسي في البدايات يعني نسبيا، رغم اكتسابي لخبره كبيره والاعمال كثيره، لكن طموحي اكبر من اللي انا وصلت له الحين. خالد، اليوم ما شاء الله في الكويت يعني الحركه الفنيه والاعلانيه نشطه عندنا، معقول اي نجاح لاي اعلان لازم اجيب خالد الرفاعي والاعلان ما ينجح؟ وهذا واقع اليوم، شنو سر الخلطه؟ شنو سر النجاح هذا؟ ليش خالد الرفاعي متفوق؟ يعني هذا فضل من الله وتوفيق من الله، يعني ان الاعمال اللي نشتغلها تلاقي نجاح وتلاقي صدى عند الناس. يعني ما اقدر اقول لك والله هي في خلطه معينه او في معطيات معينه توصلك لهذا غير الاجتهاد، يعني انك انت تبذل جهدك وتعطي كل شيء، تبذل كل السبل ان العمل يلاقي صدى ويلاقي نجاح عند الناس، والباجي على الله. خالد، لو برجع معاك لايام المعهد كانوا يعطونك لقب يقول لك الشويش، كانوا دائما يقول لك انت الشويش، ما تاخذ الادوار ضباط ليش؟ لا، هذه الله يكرمه خير، انا اخوي محمد دوسري دائما كنا بالمعهد، يعني انا على وجه الاخص يعني ما لي ميول للتمثيل، وفي معهد العالي في الفنون المسرحيه انت لازم تدرس التمثيل والاخراج مع بعض، فانا ما يعني داخل اللي مركز اكثر في الاخراج، فدائما لما بيعطون تمثيل بيعطون ادوار مسرحيه وبيوزعون الادوار على الدفعه دائما يعطوني الدور اللي كومبارس المهمش، فكنت انا اخذ دور الشرطي الشويش اي شيء يعني، بس الدور اللي ينحفظ بسرعه ويخلص بسرعه. راح عليك اللقب شوايش. خالد، يعني في بداياتك حبيت وتاثرت في المخرج محمد دحام الشمري ابو عزيز وجه له تحيه، وكذلك المخرج خلف العنزي، لكن مع هذا ما تاثر اخراجك في الاعمال الدراميه فيهم واخذت خطك الخاص فيك. شنو يطري عليك في ذاك الايام وانت تشوف محمد دحام الشمري وخلف العنزي، واول شخص يمكن اهداك كاميرا كان محمد دحام الشمري؟ صحيح صحيح، طبعا خلف العنزي ومحمد دحام الشمري بالنسبه لي يعني اساتذه واساطير بالنسبه لي. التاثر مو بالشرط يكون بطريقه بشكل العمل النهائي، ربما يكون انا تاثرت من خلف في هدوءه شويه في اللوكيشن، لان اشتغلت لفتره معاه كمساعد مخرج. يمكن محمد دحام الشمري استاذ يكون مثلا انا تاثرت في بعض الاشياء اللي ربما تخفى على الناس لكن انا اشوفها، او حد فني ممكن يلاحظ ان خالد في بعض السنس منه، وانا يعني افتخر اذا حد شبه اعمالي في اعمال هذه الاساتذه الكبار، لان صراحه يعني اساتذه كبار وبنوا في شكل الدراما الخليجيه وغيروا فيها، والى الان يعني هم اللي يعني يشقون الدرب واحنا نمشي وراهم ككل، يعني سوق الخليج ككل. خالد، انت احنا اليوم متواجدين في شويخ ماركت، هذا المكان الجميل، يعني صورت فيه فيديو كليب حق الفنان اسماعيل مبارك، وحاليا نسمع في مشروع فيديو كليب مع الفنان احلام، نبي نعرف تفاصيل اكثر. والله يعني مشروع اغنيه مكاني مع احلام صراحه انا اعتبر يمكن هذا يكون تتويج للكليبات اللي انا عملتها. احلام فنانه كبيره من اكبر الفنانين في الخليج، وشرف لي اني انا اتعامل معاها في فيديو كليب، وان شاء الله ان نقدم شيء يحوز على رضا الجمهور باذن الله. طبعا احنا اكيد كلنا ثقه فيك. خالد، احنا الحين بننتقل الى الجانب الثاني والجانب الاسري، يعني في بدايتك يعني في الاعلانات وصلت مرحله ب 2008 من بعد مشوارك في الاعلانات صاروا الكاستمر يطلبون خالد الرفاعي والمهندسة الديكور سارة المهنة زوجتك الكريمة، شلون التقيتوا وشلون شفت الشغل معاها وشلون ترجم هذا الشيء إلى الزواج، ومن بعد الزواج ما زلتوا مستمرين في نفس المجال وفي نفس العمل؟ بالنسبة للعمل مثل ارتباطي أنا مع مدير التصوير محمد سمير،
كذلك ارتباطي في سارة المهن، ان احنا مسوين جروب حلو نشتغل متفاهمين في افكار على مدار الان يمكن اكثر من 10 سنوات، واحنا قاعد نشتغل مع بعض متفاهمين عارفين شنو قاعد نسوي، فان شاء الله ان نظل دائما نسوي شيء يعني يعجب الناس. وطبعا لا ننسى ونحب نبارك لك على مولودك هاشم، عسى الله يحفظه. دخل حياتك نبي نعرف بعد دخول حياتك هاشم شو اللي شيء تغير عندك، شو المفاهيم الجديده اللي صار فيها؟ والله كل شيء تغير، يعني انا اساسا شخصيه يعني مرتبط جدا بالاطفال، هاشم زاد ارتباطي بالاطفال اكثر، صارت نظرتي يعني بالحياه ككل مختلفه. ابو هاشم احنا بصراحه ما نقدر نختم هذه الفقره او ما نقدر نختم يعني لقائنا معاك اذا ما تكلمنا عن اصحاب السلطه واعطيناه شويه وزنه وثقله. هذا البرنامج اللي سوى نقله في البرامج التلفزيونيه، رفعت السقف، جيب ضيوف، اخراج، مقدمين، شيء يبهر بصراحه، شيء جدا جميل. نبي نتكلم اكثر عن اصحاب السلطه. طبعا برد لف هذا من شويخ ماركت خالد، انصحك فيه، كانوا عندنا ضيوف في ليالي الكويت، برد فريش لازم تجربه، اعطينا رايك. مشكورين وما قصروا. بالنسبه للبرنامج اصحاب السلطه، برنامج اصحاب السلطه بالنسبه لي من التجارب المميزه في حياتي يعني اللي قدمتها. برنامج كبير يقابل شخصيات يعني ثقيله على وزن رؤساء الدول وشخصيات اثرت في العالم، وفي بعض الشخصيات كانت من اهم 100 شخصيه مرت في التاريخ، مثل ميخائيل غورباتشوف اللي هو رئيس الاتحاد السوفيتي. لما انت يحصل لك فرصه في حياتك انك تلتقي في شخص تقريبا حكم نصف العالم، نصف الكره الارضيه هو كان رئيسها، اعتقد شيء عظيم يعني. واصحاب السلطه ما اشتغلناه لاي هدف غير انه شغف، ان احنا نعمل شيء مختلف ونلتقي في اشخاص تاثرنا فيهم، وربما ما كنت تتخيل انك في يوم من الايام راح تكون جالس على مقربه نفس اللي بعد اللي بيني وبينك الان. ابي اعرف، ما تحس ان اصحاب السلطه ظلم اليوم؟ انت سعود، اليوم احنا في عصر السوشيال ميديا، يعني انا اعتقد كل البرامج حتى بعض القنوات الان ابتدت تقلص ميزانياتها او تتجه اكثر الى عالم الانترنت والسوشيال ميديا. المشاهدات انا اعتقد انها فوق المتوقعه حتى في السوشيال ميديا. البرنامج بفضل من الله سبحانه محقق نجاح كبير في عروضه على اليوتيوب. غير ذلك انت اليوم ما في برنامج من اول حلقه راح يكون هو التوب ونمبر 1، ياخذ الموضوع تدرج يعني. بفضل من الله حصل معنا هذا التدرج واليوم احنا واصلين للبيك، وانا اوعدك ان في حلقه ان شاء الله جايه الكويت كلها واحد واحد يعني، او نقول حتى مو الكويت يعني الوطن العربي ككل راح يستاهلون مشاهدين ليالي الكويت يعرفون منه هذه الشخصيه. ما اقدر اصدق. خالد، خلنا ننتقل الى فيلم هامه، يعني انصح تسميته انتحار، نبي نعرف التفاصيل. فيلم هامه مغامره كبيره جدا، يعني انت الان مخرج يعرض عليه نص من كاتبه كبيره مثل هبه شاري حماده، فيه فيلم احنا بالعاده لما يكون في شيء صعب نقول والله معود تايتانيك، لكن هذا فعليا تايتانيك يعني. هذا اليوم انت فيلم مكتوب فيه طائره تطيح، الطائره هذه في نص البحر، يصير تصوير تحت الماء وعلى سطح الماء، وتشوف الطياره قاعد تحترق والناس غرقانه، ويصبحون الى جزيره، الجزيره لازم تكون نائيه ما فيها شيء. هذا شيء يعني كانه خيال بالنسبه لنا في الكويت، لو اي حد راح يقراه ما راح تقدر انت تروح تنفذ هذا في جزيره من جزر الكويت، او انك انت والله تتعايل على النص بشكل تشوه شكله ومعالمه. فكنا مضطرين صراحه ان احنا نروح ونشتغل هذا العمل برا الكويت. الفيلم لما انت تقول والله عندك مشاهد في جزيره وغيرها، ثق تماما ان حتى في هوليوود الممثلين يعانون في تصويرهم ويعانون وايد، لكن انا واثق تماما ان ما في فيلم عانى فريق العمل فيه وتعب وبذل جهد مثل فيلم هامل. نمشي الثانيه
كل الشكر لك خالد الرفاعي، ونتمنى لك كل التوفيق في برنامج ليالي الكويت. حابين نشكرك ككاست، وحابين تقول لمشاهدينا كلمة أخيرة حاب تقول. والله أول شيء أشكركم أنا على هاللقاء وعلى هالأسئلة الحلوة والإعداد المميز، وبرنامج ليالي الكويت من البرامج المميزة صراحة اللي الواحد يعني دائما بحزة الليل، يعني ما عندك إلا أنك تشوف ليالي الكويت وتستمتع بفقراته. شكرا لكم على هاللقاء الحلو، وإن شاء الله الناس يستمتعون فيه بإذن الله. الله يعافيك. الله يعافيك حبيبي.